ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 73 سنتا ليبلغ مستوى 87 دولارا و20 سنتا وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية. أما عالميا فقد واصلت أسعار النفط تراجعها وسط تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك بلس لتحديد سياسة إنتاجها من النفط إلى 30 من نوفمبر الجاري. وكانت هناك توقعات متزايدة هذا الأسبوع بأن أوبك بلس قد تنفذ تخفيضات إضافية في الإنتاج.